بيكم في حلقة جديدة من أعمال إيديا. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة زي ما تعودنا سحور حلو جدا مع المشروبات. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن الفول، هنعمله بالبيض، وهنعمل مع بعض مشروبين حلوين جدا، عصير البرتقال. تعالوا نبدأ مع بعض نشوف أول وصفة معايا وهي الفول. تعالوا نشوف إيه المقادير سريعا. عندي الفول، عندي الصلصة، الطماطم، البصل، الزبدة، والبيض المسلوق. أول حاجة هعملها إن أنا هجيب كده الزبدة بتاعتي وهحطها هنا كده. بصوا بقى كده الجمال. هجيب البصل هنا، ونجيب الطماطم كده، وإيه نديهم تشويحة سريعة مع بعض، ونكون محطين الفرن على إيه، نشغلوه على درجة متوسطة علشان نديله وش حلو في الفرن بعد كده. اهو هعمل كده زي ما احنا شايفين. بصوا الجمال بتاعه، سهل جدا وبيدي طعم حلو قوي قوي عايزة اقول لكم. وهحط اول ما احس كده انه بصوا بدأ ايه يدبل شوية، هقوم حاطة معلقة من الصلصة وهنقلبه كده مع بعض. مجرد معلقة واحدة بس تديني الطعم، نكهة بتاعة ايه الصلصة وهي تتسبك. تعالوا بقى نقلبهم تقلبتين زي ما احنا شايفين، وايه نستنى عليه ياخد بس يدبل يصفر، وبعد كده اقوم حاطة معاه الفول. اهو بصوا بقى الجمال. يلا تعالوا روق هنا واجيب الفول مع البيض كده. يلا اول ما احس انه ايه بدأ يتسبك شوية شوية هقوم ضيفاله الفول. بصوا الجمال، يا سلام يا سلام، وريحته جميلة جدا جدا. نظبط بقى الطعم بتاعه، نحط له ملح فلفل، ايه نقلب نقلب مع بعض كده. وهجيب الايه الفول وننزله فيه اهو كده، ونقلب تقليبة حلوة مع بعض. يلا يا سلام، بصوا بقى كده اهو كده. اهم حاجة عندي ان انا ادخله كله في بعض، وبعد كده ايوه بصوا الجمال، يخش كده كله مع بعض. وبعد كده هضيف لي الايه البيض المسلوق، ويخش الفرن بيطلع جميل جميل جدا. تعالوا بقى كده اهو بصوا الجمال. نجيب هنا كده الفول يتحط في الطاجن بتاعنا اهو بالمنظر ده كده، ايه نمشي كده اهو ونحطه. يلا جاهزين، نجيب البيض ايه نتفسه كده فيه ايوه، ويخش الفرن ياخد ايه وش جميل مع الزبدة كده. يلا بينا تعالوا ندخله الفرن، نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. حاطين زي ما انتم عارفين الطاجن فول بالبيض، حاطينه في الفرن علشان ياخد الوش الجميل،
وتعالوا مع بعض نشوف ايه العصير اللي هنعمله دلوقتي. هنعمل مع بعض الكركديه. كركديه بيبقى سهل سريع ومفيد جدا جدا جدا. انا هنا عندي السائع الجاهز، بس هنعمل مع بعض عشان نشوف بيتعمل ازاي. هحط هنا كركديه وهحط زي ما احنا شايفين كده المية المغلية، وهسيبه يغلي خالص، يغلي مع بعض، وبعد كده اهو هسيبه يغلي 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 اهو كده. ويلا بينا هنسيبه يغلي ونرجع له تاني، بس نقدم الكركديه اللي معانا هنا الجميل ده. تعالوا كده يلا بينا هنحط الكركديه. بصوا الجمال، كركديه ساقع حلو جدا، سهل سريع اهو. تعالوا نشوف ايه العصير التاني. هعمل معاكم عصير البرتقال مع الجزر. عندي هنا عصيرين البرتقال، تعالوا نعصر الجزر مع بعض. زي ما انتم شايفين الجزر بيحب دايما يتعصر في العصارة، مش ان انا اعمله في الخلاط علشان ما افقدش الفوائد بتاعته. يلا بينا وايه كده ونفتح. جميل جدا اهو. حلو قوي. تعالوا بقى نشيل هنا كده ونجيب ايه كاسة تقديم البرتقال بتاعنا. هنحط فيها البرتقال وهنحط معاه عصير الجزر. كده عملنا مع بعض كوكتيل الايه البرتقال بالجزر، مفيد جدا 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 اهو. بصوا جماله اهو. وانا دايما بحب اعمل ازايز العصير بتاعة الكركديه واشيلها من غير ما احليها في الفريزر او في التلاجة، واطلع واحلي على طول ونستخدمه. تعالوا بقى نطلع مع بعض الطاجن بتاعنا الجميل. بصوا بقى كده اخد وش جميل جدا جدا معانا. بصوا تعالوا كده اهو كده عندي. عملنا مع بعض اول وصفة كانت طاجن الفول، عملناه بالبيض المسلوق، ومعانا الوصفة الثانية كانت عصير الكركديه الحلو جدا اللي بينعشنا، وتالت وصفة العصير عصير البرتقال بالجزر. اتمنى تكون وصفات سهلة سريعة عجبتكم. جربوها وبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على سي بي سي فيسبوك وسي بي سي سفرة على انستغرام، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من عمايل ايديا. Thank you.